قال المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. الحم قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. إياكم أي احذروا ذلك وتجنبوه، وذلك أن فيه شر، فيه شر وفيه فتنة. والقاعدة أن الشريعة لا تنهى عن شيء إلا لما فيه من المضرة والشر على العباد، ومن ذلكم الدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء أي احذروا ذلك وتجنبوا. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ يعني كذلك الحم يشمله هذا الحكم. الحم قريب الزوج، أخو الزوج أو ابن عمه أو ابن خالته أو خال الزوج أو عم الزوج، هؤلاء كلهم يقال له حمو، قرابة الزوج، وهم أجانب عن المرأة، ليسوا من محارمها. كل هؤلاء أجانب عن المرأة، ليسوا من محارمها. محارم المرأة مما يتعلق بزوجها أو من طرف زوجها أولاده وآباؤه. أما أخوه أو عمه أو خاله أو ابن عمه أو ابن خاله، هؤلاء كلهم أجانب عن المرأة. فلما نهاهم عن الدخول سألوه عن قرابة الزوج الذين هم أجانب عن المرأة ليسوا محارما، أي هل يتناولهم هذا الحكم الذي هو نهيهم عن الدخول على النساء؟ يعني لا يجوز للرجل، يسألونه هذا السؤال، لا يجوز للرجل أن يدخل على زوجة أخيه أو نعم زوجة أخيه أو نحو ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الذي هو قريب الزوج من أخ أو عم أو ابن عم أو خال أو ابن خال، قال الحم الموت. الحم الموت يعني الهلاك، الحم الموت الهلاك، يعني في خطورة عظيمة. لماذا؟ لأن القريب يسهل دخوله البيت ما لا يسهل دخول الأجنبي، وإذا دخل ما يعتبر غريب، وإنما هو من أهل البيت، من أخ أو عم أو خال. وهنا يعني في الخطورة، في الخطورة. قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، يعني في هذا الهلاك. فإذا كان يعني قريب الزوج من أخ أو عم أو نحوهم، لا يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة قريبهم ويخلوا بها لما في ذلك من الخطر، فكيف أيضا بالأجانب عنها؟ نعم. قال رحمه الله: وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي، فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي. نعم، يعني انتبه لهذا الأمر الأخير الذي ذكره، قال لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. فيعني هذا فيه خطورة، وكثير كثير من تساهلوا في هذا الأمر ذاقوا مرارة مخالفة الشرع،
كثير ممن خالفوا هذا الأمر ذاقوا مرارة مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.